تمام. ايضا هذا ما تحقق كان مستحق لتقدير مختلف الاقلام الصحفيه. هنلاقي في الاخبار كتب الاستاذ ابراهيم ربيع في زاويه خربشه: الحكايه مش حكايه فوز وهدفين خارج الارض، الحكايه في كره القدم التي يجب ان تتعلمها الانديه المصريه من الاهلي في مباراته امام الوداد. هذه ليست مبالغه مني، لان الاهلي في الدوري حاجه وفي المباراه الافريقيه حاجه تانية. قلت كثيرا انه فريق صلب صعب انحنائه مهما اهتز، وقد رايناه يقدم دروسا مفيده في المباريات الكبيره، درس في الضغط العالي ودرس في الضغط على حامل الكره بشبكه لاعبين متحركه في كل مساحه في الملعب، ودرس في التفوق في كل الالتحامات الشخصيه، ودرس في غلق الملعب بالضبه والمفتاح، ودرس في الخداع الاستراتيجي حيث يبدو لك انه يدافع لكنه يتربص لينقض كالصاعقه على مدافعين اصابهم الذعر وكانوا كما قال عادل امام في مسرحيه الواد سيد الشغال ناس طيبين، ناس طيبين صحيح. اولا يعني هو زميلي العزيز والصديق القديم ابراهيم ربيع وحشنا. الجميل في التقدير عندما ياتي من واحد ما هوش اهلاوي. ايوه. ولكنه اراد يعني ان يكون منصفا. ايوه. فطلعت من جواه بشكل صادق. وقال جملتين: هذه ليست مبالغه مني، لان الاهلي في الدوري حاجه وفي المباراه الافريقيه حاجه ثانيه. معكوسه المره دي عن الكلام اللي كان بيتقال السنه اللي فاتت. يقول لك اهلي الدوري غير اهلي افريقي. افريقي. على اساس ان هو مش كويس في افريقيا. هو عايز يقول انه ده كويس قوي في افريقيا كمان. في المباريات الكبيره. في المباريات الكبيره. وفريق صلب صعب انحنائه مهما اهتز. هذا كلام مهم جدا جدا. يعكس شخصيه الاهلي. يعكس شخصيه الاهلي. صدق الزميل العزيز ابراهيم ربيع. شخصية الأهلي هي أبرز ما ظهر في الدار البيضاء، وعشان كده الزميل العزيز تامر عبد الوهاب أيضا في الأخبار كتب جوزيه الأفريقي. هو فقال إنه الحقيقة أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بات يرتبط في ذهني بتلك الشخصيات الملحمية في الروايات أو أفلام هوليوود. واستعرض مسيرة بيتسو موسيماني وقال: والحقيقة أن ثمار الفوز على الوداد لا تقتصر على الاقتراب بقوة من النهائي، ولكنه عكس لمسات موسيماني على الفريق من الناحية الفنية باستعادة هيبة الأهلي في التعامل مع المباريات الكبيرة. ثم حي الإدارة على هذا القرار في التعاقد مع موسيماني، وقال: من جانب الإدارة التي تحملت على الرغم من الهجوم الشديد وقتها عند طرح اسمه مسؤولية قرارها الشجاع بالتعاقد معه، وباتت مجبرة على دعمه بكل قوة وتحقيق طلباته، أو من جانب الجماهير التي تملك وحدها مفاتيح صناعة الأساطير والنجوم في القلعة الحمراء. كلام مهم جدا. لكن أنا مش عايز أضغط على المدربين بقى بالمقارنة مع مانو جوسيه. أيوه. لأن مانو جوسيه له ظرف وأدوات. لا، ولم يتحول إلى أسطورة حقيقية إلا بعد إنجازاته. بالظبط. يعني أنت جه ومشي وبعدين رجع، أول سنة ابتدت الناس تشوف بقى مع مجموعة لعيبة عبقرية. فإحنا برضو مش عايزين نضغط على كل الناس في المقارنات. نتمنى أن يكون موسيماني صاحب مشروع يستمر مدة عشان نشوف إنتاجه. وفي النهاية كل مدرب له طعمه، بإذن الله يكون مشروع كبير. طيب، شفنا احتفاء الأخبار بانتصار الأهلي الكبير. كمان في الشروق كتب الناقد الرياضي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي: لا يحدث للوداد إلا أمام الأهلي. وبمنتهى الأمانة بيبدأ حسن المستكاوي مقالته في الشروق: كان ذلك عنوان صحيفة المنتخب المغربية. يعني بيقول جريدة المنتخب المغربية، ودي إحدى الصحف اليومية المهمة جدا رياضيا في المغرب، كان منشطتها: لا يحدث للوداد إلا أمام الأهلي. والسبب إن هي بتقول محدش فاز على الوداد في الدار البيضاء إلا الأهلي قبل كده في 27 يوليو 2016، ثم عاد ليكررها: وما بينهما لم يحدث هذا مع الوداد من أحد إلا الأهلي. في الجمهورية الأستاذ جمال الهليل كتب: قل ولا تقل عن الأهلي. فقال لك: ما تقوليش الأهلي هزم الوداد في عقر داره بالمغرب، بل قل إن الأهلي تألق وأبدع واقترب من وضع قدمه في النهائي. لا تقل لأن هناك لاعبا بعينه تألق في لقاء الوداد، أو أن هناك لاعبا قصر، بل قل أن البطولة كانت جماعية للفريق، ودي شخصية البطل. واستعرض الأستاذ جمال هليل في مقالاته المهمة
أشكال تفوق وملامح انتصار الأهلي. في الجمهورية معاه أو إلى جانبه كتب الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود معروف بشجاعة ووضوح: كأس أفريقيا تنادي الأهلي. وقال إن ده انتصار رياضي عظيم حققه النادي الأهلي لمصر في شهر الانتصارات. فاز النادي على 2-0 على الوداد، واستعرض تفوق اللاعبين تباعا. وقال: نود أيضا أن نشيد بروعة وأداء المدرب الجنوب أفريقي موسيماني الذي تحفظ عليه الكثيرون يوم رشحه محمود الخطيب لتدريب الأهلي. لقد نجح حتى الآن وأثبت جدارته وفتح الباب أمام المدرب الأجنبي ليغزو الملاعب المصرية. في الجمهورية أكمل مثلث الإشادة والتقدير بالأهلي الناقد الرياضي الكبير الأستاذ ماجد نوار، وقال: الأهلي قفش الوداد في كازابلانكا. واستعرض ماجد نوار في هذه المقالة كل أسباب تفوق الأهلي على الوداد. في اليوم السابع كتب كمال محمود: الأهلي يعلو ولا يعلى عليه. شوف، مجموعة جميلة جدا من النقاد الكبار، ها؟ فعلا يعني هزهم مستوى الأهلي وأداؤه وانتصاره الكبير بشكل صادق. فتخيل انت بقى المجموعة دي، الأستاذ حسن بالسكاوي، الأستاذ محمود معروف، الأستاذ جمال هليل، الأستاذ ماجد نوار، الأستاذ كمال محمود، مجموعة فعلا منتقاة. وقبليهم شفنا الأستاذ إبراهيم ربيع. لا، الأهلي عندما يبان في حالته، يبان بشخصيته، بيخلي الجميع أو بيلهم الجميع أنه يتألق، يلهم الجميع بالتألق. طيب، احنا شايفين الإجماع هنا على 3 نقاط، ونفسنا نثبت الصورة عند هذا الحد. شجاعة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط في الانتقاء والاختيار لبيتسو موسيماني، ثم نجاعة هذا الرجل في هذه البداية المبشرة جدا، والأهم قبل الاثنين ظهور شخصية الأهلي. لأنه أي فوز يتحقق، أي بطولة تكتسب، الأهم فيها أن يستعيد الأهلي شخصيته، لأن شخصية الأهلي هي شخصية البطل، هي اللي قادرة تفوز بكل بطولة. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا، وكل واحد هيتمسك بعظمة لسانه.